السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ مش عارف انتوا قلقانين ليه عشان الاختبار. ما تقلقوش والله من الاختبار، اللي حضر معانا اللقاءات بإذن الله بإذن الله هيلاقي الاختبار سهل جدا بالنسبة له إن شاء الله. طيب الحمد لله. يا رب جميعا يا رب ان شاء الله. نستكمل الجزء اللي بدأناه نخلص الاول المقرر بتاعنا وبعد كده نشوف الايه المراجعه بتاعتنا يا رب باذن الله. كنا في المحاضرة رقم 26 في جزء كده نظري بسيط فيها على الجزء الخاص بقياس وتقويم الموارد. الجزء الخاص بقياس وتقويم الموارد فيها مقدمة ونظري في المحاضرة 26 عن كيفية إعداد المعيار أو المعايير بصفة عامة بتتعمل إزاي؟ ما يجب أن يكون. يعني لما أجي أقول لكم مثلا كده أنا قدرت إن العمل خلال الشهر القادم هيبقى عبارة عن 1000 ساعة. الساعة معدل الاجر في الساعة 10 ريال، يبقى الاجور المتوقعة كام؟ هتقول لي على طول 1000 في 10 ب 10000. خدنا عليها اللي هي المثال بتاع اللي هي المحاضرة اللي فاتت الجزء الخاص بالتكاليف المتوقعة ولكل قسم اقسام التقطيع والتجميع، اخر مثال احنا خدناه مع بعض. ده كله على قياس وتقويم المواد. في المحاضرة رقم 27 بيتكلم عن حاجة احنا خدناها مع بعض في المستوى الرابع في التكاليف، الجزء الخاص بتحليل الانحرافات. الجزء الخاص بتحليل انحرافات المواد والاجور. نفس الجزء احنا بنعيده مع بعض كده، فده هيكون سهل بالنسبه لنا لان احنا خدناه مع بعض قبل كده. الجزء الخاص تحليل الانحرافات. انحرافات اللي هي بقارن ايه بايه؟ خدناه، نعم خدناه في التكاليف وبناخدها تاني ده. ايوه، تحليل انحرافات المواد اللي عباره عن انحرافين، انحراف سعر وانحراف كميه. انحراف السعر بياتي نتيجه اختلاف السعر الفعلي اللي انا بشتري بيه عن السعر المعياري اللي كان المفروض اشتري بيه. وانحراف الكميه اختلاف الكميه المستخدمه عن الكميه الواجب استخدامها. كنا بنقسم تحليل الانحرافات انحراف السعر، اختلاف السعر الفعلي عن السعر المعياري، انحراف كميه، الكميه الفعليه عن الكميه المعياريه، الانحراف المشترك اللي هو السعر والكميه مع بعض، وانحراف المزج اللي هو اختلاف الكميه المستخدمه للمزج لانتاج منتج معين. تعالوا كده واحده واحده ناخدها مع بعض. انحراف المواد اجيبه ازاي وانحراف الاجور اجيبه ازاي. انحراف المواد بيجي نتيجه اختلاف التكلفه الفعليه للمواد عن التكلفه المعياريه. التكلفه الفعليه اختلفت عن التكلفه المعياريه. المواد او الانحراف الاجمالي اللي انا بجيبه ده بقسمه الى سببين او انحرافين، انحراف السعر وانحراف الكميه. انحراف السعر وانحراف الكميه، ايوه طبعا المحاضره 26 معانا، احنا قلت لكم من شويه احنا واخدين الحلقه اللي هي 26 ديت واخدين مثال عليها في المحاضره 25 بتاع قسم التقطيع والتجميع، وان انا بقدر الاجر اللي موجود في كل قسم قد ايه، المواد اللي انا هحتاجها قد ايه، كلها امثله على نفس الامثله اللي خدناها في المحاضره 25، فعشان كده بس احنا ما كررناهاش تاني. تاني بقسم انحرافات المواد الى الانحراف الصناعي انحراف سعر وانحراف كميه. انحراف سعر وانحراف كميه. انحراف السعر، سعر فعلي
ناقص سعر معياري مضروب في كمية فعلية. طب انحراف الكمية، كمية فعلية ناقص كمية معيارية مضروبة في سعر معياري. يبقى انحراف السعر مهم جدا احفظ اللي هي القوانين دي. هي بس مالكمش دخل انتوا بمسمى اللقاءات، لان في لقاءين انا هعمل لكم اعاده لهم لان كان فيهم مشكله في الموعد بتاعهم. انحراف سعر وانحراف كميه. انحراف السعر عباره عن سعر فعلي ناقص سعر معياري ضرب كميه فعليه. عفوا. انحراف الكميه كميه فعليه ناقص كميه معياريه مضروبه في سعر معياري. طب انحرافات الخاصه بالاجور او بيقولوا عليها انحرافات العمل عباره عن انحرافين، انحراف معدل وانحراف كفاءه. انحراف معدل عباره عن معدل فعلي ناقص معدل معياري مضروب في ساعات فعليه. انحراف الكفاءه عبارة عن ساعات فعلية مطروح منها ساعات معيارية مضروبة في المعدل المعياري. تعال ناخد حالة عملية تجمع لي انحراف المواد وانحراف الأجور في حالة واحدة. والبيانات التالية مستخرجة من سجلات إحدى الشركات الصناعية. أولا بيانات عن المواد المباشرة والاحتياجات الوحدة معياريا، يعني احنا مقدرين ان كل وحدة هتحتاج 4 كيلو مواد اولية، وكمان مقدرين ان السعر المعياري للكيلو 3 ريال. يبقى احتياجات الوحدة المنتجة معياريا 4 كيلو من المواد، السعر المعياري للكيلو الواحد 3 ريال. طيب في نهاية العام تبين ان الوحدات المنتجة استهلكت مواد تكلفتها 30,000، دي التكلفة الفعلية الإجمالية للمواد. وتكلفة الوحدة الفعلية 5 كيلو لكل وحدة. يبقى أنا استهلكت ما يعادل 30,000. بواقع كل وحدة استخدمت 5 كيلو، أنا كنت مقدر لها كام؟ 4 كيلو. أنا استخدمت كام هو فعلياً؟ 5 كيلو. طب بيانات عن الأجور. قال لكل وحدة معياريا تتطلب 3 ساعات عمل مباشر. معدل الأجر المعياري 5 ريال في الساعة. بيقول لي لو علمت إن الأجور المباشرة الفعلية بلغت 44,000 ريال. والأجر الفعلي 4 ريال في الساعة. وعدد الوحدات المنتجة فعليا 3000 وحدة، يبقى التمرين ده كله هنستخدم ال 3000 وحدة لإنتاج الفعل. عايزين إيه بقى؟ عايز تحليل انحرافات المواد والأجور ثنائيا. نقول طيب نبدأ بالمواد. أول حاجة أجيب الانحراف الإجمالي للمواد. الانحراف الإجمالي للمواد عبارة عن أي انحراف نقدر لما نيجي نجيبه الفعل الأول ناقص المعيار. فالانحراف الإجمالي للمواد عبارة عن تكلفة المواد المباشرة الفعلية ناقص تكلفة المواد المباشرة المعيارية. طب الفعل هو مديهولي 30,000. طب التكلفة المعيارية قد إيه؟ قال لي عبارة عن، مش أنا قايل من شوية إن كل وحدة بتحتاج 4 كيلو والكيلو بـ3؟ طب مش انا انتجت 3000 وحده، يبقى ال 3000 وحده دول معياريا كان المفروض يكلفوني كام؟ يبقى ال 3000 في 4 في 3 تطلع 36,000. يعني انا كان المفروض المنتج ده يكلفني 3000 وحده يكلفوني 36,000 ريال. طب كلفوني مواد فعليه كام بس؟ 30,000. يبقى الانحراف الإجمالي 30 ناقص ال 36 بيساوي سالب 6. طالما الفعلي جه أقل من المعياري يبقى ده انحراف ملائم، مش شرط أجيب لكم سالب في الاختبار. أنتوا بتحسبوها بتقولوا لي ملائم ولا غير ملائم؟
طالما الفعل اقل من المعياري يبقى الانحراف على طول ملائم. نعم، تطبيق مباشر. اتفقنا، قلنا ممكن في الاختبار مش هيجي لي بالسالب، انا مجرد اقارن بس، الفعل اكبر من المعياري يبقى بموجب، لو بالسالب يبقى ملائم، بالموجب يبقى غير ملائم. بيتم تحليل الانحراف بقى، يبقى هنا انا عندي الانحراف الاجمالي 6-3 انحراف ملائم. ماشي، اقسم الانحراف الاجمالي ده لانحرافين، انحراف كميه وانحراف سعر. انحراف كميه وانحراف سعر. طب انحراف الكميه بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي كميه فعليه ناقص كميه معياريه ضرب سعر معياري. انحراف الكميه كميه فعليه ناقص كميه معياريه ضرب سعر معياري. طب الكميه الفعليه اجيبها، هو قايل لي ايه؟ قايل لي كل وحده استخدمت احتاجت فعلا 5 كيلو. طب ما انا عندي 3000 وحده، يبقى خدوا فعلا كام؟ 5 في 3 ب 15000. يبقى المواد المباشره الفعليه 15000 كيلو. طب ما المعيار احنا عارفينها 3000 وحده وكل وحده بتحتاج 4 كيلو، يبقى 12000. يبقى انحراف الكميه 15000 ناقص 12000 ضرب السعر المعياري 3، هلاقي 15 ناقص 12 طالما ده هيطلع موجب يبقى على طول انحراف غير ملائم. 15 ناقص 12 3000 في 3 9000 ريال، انحراف غير ملائم. طب انحراف السعر عباره عن سعر فعل ناقص سعر معياري ضرب كميه فعليه. طب ما السعر الفعلي ريالين والمعياري 3، يبقى 2. دايما بقول يا جماعه لو التكلفه الفعليه اكبر من التكلفه المعياريه يبقى الانحراف غير ملائم، لكن لو التكلفه الفعليه اقل من المعياري يبقى ملائم. خدوها بالعقل كده، لما انا اكون مقدر ان انا هصرف 10000 جيت صرفت 8، ده جيد ولا غير ولا مش جيد؟ أنا مقدر هصرف 10، صرفت 8، يبقى الفعل دي أقل من المعياري يبقى ده ملائم، يبقى ده جيد، والعكس صحيح. يبقى انحراف السعر هيطلع عندي سالب 15000 طالما أهو الفعلي 2 والمقدر أو المعياري 3، يعني الفعلي جه أقل من المعياري يبقى ده ملائم بالنسبة لي أهو. يبقى الانحراف السعر 15000 انحراف ملائم. يبقى الانحراف الاجمالي ايه؟ 15 ملائم و9 غير ملائم، يبقى الفرق 6 ملائم، اللي هو نفس الانحراف الاجمالي. ده بالنسبه لتحليل انحرافات المواد. ان شاء الله تلاقوا مباشرة باذن الله. طيب بالنسبة لانحراف الاجور، بالنسبة لانحراف الاجور، انحراف الاجور بقول فيه انحراف اجمالي عبارة عن تكلفة الاجور المباشرة الفعلية ناقص تكلفة الاجور المباشرة المعيارية.
اخلص بس ده الاول. الانحراف الاجمالي عباره عن تكلفه الاجور الفعليه ناقص تكلفه الاجور المعياريه. طب الفعل هو من دول 44,000. طب والمعياري اعرف اجيبه؟ اعرف اجيبه. اجيبه ازاي؟ عباره عن عدد الوحدات، وكل وحده بتحتاج كم ساعه معياري، وكل ساعه تكلفتها معياريا كام؟ 3000 في 3 ب 5 ب 45,000. يبقى الانحراف الاجمالي للاجور عباره عن الاجور الفعليه 44 ناقص الاجور المعياريه 45، 44 ناقص معياري 45 يبقى سالب 1000، او الفعل جه اقل من المعياري يبقى انحراف ملائم 1000. الانحراف ده هقسمه لانحرافين. الانحراف ده هقسمه لانحرافين، انحراف زمن وانحراف معدل. انحراف زمن وانحراف معدل. انحراف زمن عبارة عن ساعات فعلية، ده تمرين مباشر انا جبته لكم على اساس ان يلخص لي الموضوع. ده تمرين مباشر على طول، يعني انا لو ذاكرت التمرين ده مش عايز اشوف اي حاجه في المذكره عن انحرافات لمواد ولا اجور. يبقى الانحراف بتاع المواد والانحراف الخاص بالاجور هو فقط التمرين ده، مش عايز تبص على اي حاجه ثانيه ولا تذاكر اي حاجه ثانيه. طيب انحراف الزمن عباره عن ساعات فعليه مطروح منها ساعات معيارية في معدل معياري. طيب أنا أنتجت 3000 وحدة، وكل وحدة كان المفروض تاخد مني 3 ساعات، وكل ساعة تكلفني معياري 5 ريال. ده اللي موجود عندي. طيب الساعات الفعلية أجيبها إزاي؟ مش هو قايل لي الأجر الفعلي الإجمالي 44,000، وقال لي معدل الأجر في الساعة 4 ريال. يعني انا لو خدت ال 44,000 وقسمتهم على ال 4 ريال يطلعوا لي الساعات الفعليه كام؟ الساعات الفعليه 11,000 ساعه. يبقى على طول اجيب بقى انحراف الزمن، ساعات فعليه 11,000. طب ساعات معياريه كام؟ أنا أنتجت 3000 وحدة وكل وحدة خدت مني 3 ساعات يبقى 9000 ساعة. 11 ناقص 9 ضرب المعدل المعياري 5، ألاقي 11 ناقص 9 على طول بيديني موجب، طالما موجب يبقى الفعل جه أكبر من المقدر أو المعياري، يبقى ده انحراف غير ملائم. يبقى انحراف الزمن 10,000 ريال انحراف غير ملائم، انحراف غير ملائم. طب انحراف المعدل هيساوي معدل الاجر الفعلي ناقص معدل الاجر المعياري ضرب الساعات الفعليه. معدل الاجر الفعلي ناقص معدل الاجر المعياري في الساعات الفعليه. الاثنين موجودين عندي معطى، معدل الاجر الفعلي 4 والمعياري 5. لما اقول 4 ناقص 5 يبقى معناها اقل من المعياري، على طول يبقى ملائم. ضرب 11,000 في 11,000 انحراف ملائم. 11,000 انحراف ملائم. اذا صاف الانحراف، انا كان عندي انحراف زمن غير ملائم ب 10,000، وانحراف المعدل ملائم ب 11,000. يبقى 11,000 الساعات الفعلية. هي يا جماعة تاني، الساعات الفعلية جبناها ازاي؟ لو رجعنا كده للتمرين بيقول لي تكلفة الأجور الفعلية 44,000، وال 44,000 إجمالي الأجور. طيب والأجر في الساعة 4 ريال، يبقى ال 44,000 دول تقريبا كم ساعة؟ أجر كم ساعة؟ لما يقول لي ال 44,000 دي إجمالي الأجور، تكلفة الأجور الفعلية 44، والمعدل بتاع الاجر 4 ريال. يبقى ال 44,000 دول اتاخدوا عن كام ساعه؟ الساعه ب 4، يبقى ال 44,000 لما اقسمهم على ال 4 يطلع لي 11,000 ساعه.
يبقى كان عندي دلوقتي معدل انحراف خاص او انحراف خاص بالمعدل 11000 انحراف ملائم، وانحراف زمن 10000 غير ملائم، يبقى الصافي بتاع الانحراف عباره عن 1000 ريال انحراف ملائم، 1000 انحراف ملائم. انا بقول لكم الحاجه اللي بناخدها في اللقاءات دي اللي موجوده معاها انحراف المواد، معاها كمان انحراف الغبار. انحراف المواد معاها كمان انحراف الغبار. انا مش عايزكم تشوفوا لا سالب ولا موجب دلوقتي، انا بقولها تاني ليه؟ انا بقول تاني قارن الفعلي بالمعيار، قارن الفعلي بالمعيار. يبقى الانحراف الفعلي اسف التكلفه الفعليه مع التكلفه المعياري. التكلفه الفعليه اكبر من المعياري يبقى غير ملائم. اقل يبقى ملائم، الموضوع سهل جدا والله. اللي انا بقول لكم عليه بس هو ده اللي معانا. الحاجه اللي بشرحها لكم هي دي اللي معانا. عشان ما تلخبطش نفسك سالب وموجب، انا مش هجيب لك في الاختبار بالسالب. كل اللي انت هتعمله هتقارن التكلفه الفعليه مع التكلفه المعياريه. لو التكلفه الفعليه اكبر من المعياري يبقى انحراف غير ملائم، لو اقل يبقى انحراف ملائم. واضح يا شباب؟ في الاختبار العملي بتاعنا انحراف مواد وانحراف اجور فقط. برضه اللي بيسأل تاني يعني ايه الفعلي ويعني ايه المعياري؟ الفعلي التكلفة اللي أنا صرفتها وحدثت فعلا، المعياري اللي أنا مقدرها اللي أنا متوقعها، يعني أنا متوقع أجيب الوحدة الكيلو بخمسة ريال، الفعلي جبتها بسبعة ريال، يبقى ده المعياري اللي أنا كنت متوقعه أو مقدره والفعلي اللي حصل فعلا. المحاضرة رقم 28 الجزء الخاص تحليل انحرافات التكلفة الإضافية مش موجود معانا. بالنسبة لمراكز المسؤولية، بالنسبة لمراكز المسؤولية، مراكز المسؤولية هي عبارة عن أقسام موجودة داخل المنشأة، كل قسم بيكون مسؤول عن شيء معين اقدر احاسبه عنه واقدر اقيم اداء. فمراكز المسؤوليه هي عباره عن ثلاث انواع من المراكز. مراكز تكلفه، مراكز ربحيه، مراكز استثمار. مراكز تكلفه، ربحيه، استثمار. يبقى مراكز المسؤولية هي عبارة عن ثلاث أنواع من المراكز، مراكز تكلفة، مراكز ربحية، مراكز استثمار. مراكز التكلفة من الاسم بتاعها دي مراكز خاص بالتكاليف فقط، يعني خاصة بمراكز بتصرف بس. طيب أقيم أدائها إزاي؟ اللي قارن ما بين التكاليف المعيارية مع التكلفة الفعلية، يبقى أقارن التكلفة المعيارية للمركز مع تكلفته الفعلية، ده يدينا تقييم أدائي لمركز التكلفة. طيب مركز الربحية من الاسم بتاعه الربح بيجي منين؟ من إيرادات ناقص مصروفات.
طيب اقيم اداؤه ازاي؟ عن طريق مقارنة الربح الفعلي مع الربح المتوقع او المخطط. يبقى لازم اعرف كل مركز واقيم اداؤه ازاي. يبقى تاني مركز التكلفة بقيم اداؤه عن طريق التكلفة الفعلية والتكلفة المعيارية. مركز الربحية اقارن الربح الفعلي مع الربح المخطط. مركز الاستثمار بقارن بقى فيه معدل العائد على رأس المال المستثمر في كل مركز استثمار او حساب حاجة بنسميها الدخل المتبقي. يهمنا مراكز الاستثمار. مراكز الاستثمار اللي فيها ايرادات وفيها مصروفات وفيها اصول. بقيم بقول ادائها عن طريق مقارنة العائد على الاستثمار او على رأس المال المستثمر. ده اكتر اسلوب شائع في التقييم هو اللي هو الاسلوب الخاص مراكز الاستثمار. ففي عندي طريقتين للتقييم، مباشرة وغير مباشرة. اللي يهمنا برضو فيها الطريقة المباشرة. بيقول لي ان معدل العائد على الاستثمار عبارة عن صافي دخل مركز الاستثمار او صافي ربحه على الاستثمار. طب عندي مركزين استثمار، مركز الف ومركز باء. مركز الف مبيعاتها 2 مليون، صافي الربح بتاعه 500,000، اجمالي استثماراته 5 مليون. المركز باء مبيعاته 1,250,000، الدخل بتاعه 250,000، اجمالي استثماراته مليون. طيب ايه رايكم لو انا خدت الاجمالي الصافي الدخل بتاع المركز الف اهو 500,000، لو قسمته على اجمالي الاستثمار يطلع لي معدل العائد، يعني 500,000 على 5 مليون يطلع لي عائد 10%. لو المركز باء 250,000 على مليون هيساوي 25% معدل العائد في كل مركز. تمام، يبقى مين الافضل؟ إلا العائد بتاعه 25 أفضل من العائد بتاعه 10. يبقى معدل العائد من مراكز الاستثمار أول طريقة لتقييمها، واحد معدل العائد اللي هو عبارة عن صافي الربح على الاستثمار. فهلاقي عندي هنا معدل العائد في المركز الثاني أفضل من معدل العائد في المركز الأول. تمام. طب الطريقة الثانية لتقييم مراكز الاستثمار اسمها طريقة الدخل المتبقي. طريقة الدخل المتبقي. فالدخل المتبقي عبارة عن صافي الدخل أو صافي الربح مطروح منه، بنقول تكلفة الفرصة البديلة اللي هي إيه؟ قيمة الأصول المستثمرة في تكلفة رأس المال. طب واحدة واحدة كده مع بعض. عندي مركزين استثمار، مركز ألف ومركز باء. صافي الدخل في المركز ألف 500,000 وفي المركز باء 750,000. قيمة الأصول المستثمرة في المركز ألف 3 مليون وفي المركز باء 6 مليون. تكلفة رأس المال في المركز ألف 12% في المركز باء برضو 12%. عايز الدخل المتوقع. الدخل المتوقع معدته عبارة عن إيه؟ عبارة عن صافي الدخل مطروح منه تكلفة رأس المال. يبقى صافي الدخل في المركز ألف 500,000 ناقص تكلفة رأس المال عبارة عن الأصول المستثمرة في معدل العائد 12% في 3 مليون 360,000. يبقى 360 ناقص 500,000 بتساوي 140,000. إذا الدخل المتبقي للمركز ألف 140,000. طب لمركز باء عبارة عن صافي الدخل 750,000، أطرح منه ايضا الجزء الخاص بتكلفة رأس المال اللي هي عبارة عن الأصول المستثمرة المرة دي 6 مليون ضرب 12% يعني 720,000. يبقى 750 ناقص 720 هتساوي 30,000. يبقى مين أفضل بقى هنا حسب الدخل المتبقي؟ يبقى المركز ألف أفضل من المركز باء فيما يتعلق بالدخل المتبقي. المركز ألف أفضل من المركز باء. ده بنقول عليها طريقة الدخل المتبقي. تمام، ممتاز.
في بعض مقاييس الاداء الحديثه بيقول نظرا ان التطور الحديث في تقنيه الانتاج والحاجه التطور المستمر وتخفيض التكاليف، فاصبح عندي اساليب رقابه حديثه. ازاي اقيس او ازاي ان انا اطور مقاييس للاداء على كل الانشطه اللي عندي؟ طيب ايه المقاييس؟ انا عايزكم تعرفوا الجدول ده والمقياس اللي هم اربع حاجات: مقاييس لرقابه الجوده، مقاييس لرقابه الرقابه على المواد، مقاييس للرقابه على اداء الالات، مقاييس للرقابه على التسليم. ده في عندي اربع انواع من المقاييس. المقياس الاول اللي هي رقابه الجوده. ازاي اقيس الرقابه على الجوده؟ ازاي اقيس الرقابه على الجوده؟ واحد، من خلال عدد شكاوى العملاء. من خلال عدد شكاوى العملاء. طبعا كل ما تقل شكاوى العملاء كل ما الجوده تزيد. اثنين، عدد العيوب. عدد العيوب، كل ما قلت عدد العيوب في المنتج كل ما زادت الجودة. معدل انتاج فرز اول، كل ما زاد انتاج فرز اول يعني انتاج بدون عيوب كل ما زاد كل ما زادت الجودة. معدل الفشل يعني فشل في انتاج منتج سليم، كل ما نقص كل ما كان افضل. يبقى لما اجي اقول لكم كده رقابة الجودة تقاس عن طريق، واجيب لكم حاجات كتير تقول لا، هي في اربع حاجات: عدد شكاوى العملاء، عدد العيوب، معدل انتاج فرز اول، معدل الفشل. مش تعداد دي كلها يعني، مثلا طب نقولها الاول وبعد كده نقول تيجي ازاي. مقاييس الخاصة بالرقابة على المواد. ممكن اقيس الرقابة على المواد من خلال فترة التوريد لوصول المواد. فترة التوريد لوصول المواد، كل ما قلت الفترة اللازمة لوصول المواد، يعني انا النهاردة طلبت المواد ديت وجات لي بعد ساعتين، هتبقى دي افضل من خمس ساعات، يبقى ده افضل من يوم. نسبة المواد التلفة لاجمالي المواد، كل ما قلت المواد التلفة لاجمالي المواد كل ما كان هناك رقابة افضل على المواد. نسبة المواد التالفة للمواد الجيدة، كل ما نقصت كل ما كانت أفضل في الرقابة على المواد. مقاييس أداء الآلات عشان أحكم على الآلات. زمن إعداد الآلات أو زمن تجهيزها، كل ما قل الوقت اللازم لإعداد الآلات كل ما كان أداء الآلات أفضل. نسبة إمكانيات الآلات المتاحة، كل ما كانت الآلات لها إمكانيات أعلى كل ما كان أداءها أعلى. الصيانة المانعة، كلمة الصيانة المانعة يعني معناها الصيانة اللي تمنع تعطل الآلات، كل ما زادت كل ما كان أفضل. أعطال الآلات، كل ما نقصت الأعطال كل ما كان أداء الآلات أفضل. طيب مقاييس التسليم، نسبة التسليم في الوقت المحدد، كل ما زاد نسبة التسليم في الوقت المحدد كل ما كانت مقاييس التسليم جيدة. زمن دورة الإنتاج أو زمن دورة التصنيع، كل ما قل الوقت اللازم لإنتاج المنتج أو تصنيعه كل ما كان أفضل. كفاءة دورة التشغيل، كفاءة دورة التشغيل، كل ما كفاءة زادت كل ما كان التسليم أفضل. معدل المخرجات، كل ما زاد كل ما كان أفضل، كل ما زاد كل ما كان أفضل. معنى كده إن أنا هاجي أقول لكم والله المقاييس، أحد المقاييس التالية يستخدم للرقابة على الجودة، واجيب لكم مثلا عدد شكاوى العملاء، فترة التوريد، زمن إعداد الآلات، نسبة التسليم في الوقت المحدد، تقول لي لا عدد شكاوى العملاء. المقاييس التالية لقياس أداء الآلات فيما عدا، واجيب لكم كل دول واروح جايب لكم مثلا معاها فترة التوريد لوصول المواد، تقول لي لا فترة التوريد لوصول المواد. تمام. هنقف لحد كده النهاردة، هيكون فاضل لنا جزء بسيط
نخلصه في بداية المحاضرة اللي جاية إن شاء الله، ونبدأ مراجعتنا بإذن الله، ممكن نكون في نفس اللقاء أو في اللقاء اللي بعده إن شاء الله. أي استفسار يا شباب؟ أي استفسار؟ طيب نراكم على خير بإذن الله في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.